كش ورط سيد عادل بهاي المهمة وصار رئيس مجلس بهذا المكان؟ شخصية توفيقية، شخصية ما تعرف تزعل أحد، شلون؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم. إذا ماكو عزيمة كبيرة وماكو همة عالية للتغيير والإصلاح ما راح يصير إصلاح. الفكرة عقائدية. نعم. الفكرة اليوم أنا إذا ما أعيش الهم، الإنسان إذا ما يهتم لا يعمل، وإن عمل بدون اهتمام لن يجدي عمله شيئا. عندما يكون همي هموم أهلي راح أكون مثل المريض. شلون المريض اللي يلوب؟ المريض اللي يلوب ليل ونهار شو يدور؟ يدور علاج، يدور باراسيتول، يدور حباية حتى يسكن عليه الألم. ألمنا وألم رئيس المجلس هو أنه يرى أهله وناسه في حال أفضل من هذا الحال، وعليه سوف أبقى مريض إلى أن يتشافى أهلي، إلى أن تنتهي معاناة أهلنا. نعم أتفق معك، شخصية توفيقية، شخصية ما يزعل أحد هاي بالحياة العادية، عندما لا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قلت لك الفكرة عقائدية الموضوع. ولذلك اليوم أنا وكلت بحمل الأمانة، فأستاذ عادل الصميدعي اللي أنت تعرفه قد لا يكون هو عادل الصميدعي اللي في وهو يعني يتقلد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، لأنه مطلوب من عنده شيء، مطلوب من عنده يرضي ناسه، مطلوب من عنده يرضي جمهوره، مطلوب من عنده أن يحمل صلاح الدين من مستنقع 2014 وقبل 2014 إلى وضع جديد، إلى وضع يليق بهذه المحافظة. صعبة سيد، رضا الناس غاية لا تدرك أولا. لا أقول رضا الناس، ثانيا لا أقول رضا الناس، أنا لا أتكلم عن رضا الناس، أنا أتكلم أنني أعمل شيء وأعمل ضميري وأعمل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، ورضا الناس تبع لرضا الله سبحانه وتعالى.